مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برجع مع حضراتكم مرة تانية في حلقة جديدة ويوم جديد من أيام المحترف. النهاردة حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله، حلقة دسمة كالعادة، هنتكلم فيها في عدة محاور. هنرجع تاني للدوريات الأوروبية، وهنركز على الدوري الإنجليزي، هنركز على الدوري الأسباني. طبعا بعد متابعتنا الكبيرة كشعب مصر كله محب كرة القدم لبطولة الأمم الأفريقية، كمان هيكون لنا معاه حديث، وكمان على مستوى النادي الأهلي الممثل الأكثر تمثيلا لبلده لمصر، الأهلي ممثل لمصر في طبعا كأس العالم للأندية. هنتابع كمان إن شاء الله استعداداته من خلال مباراة إن شاء الله بإذن الله، مباراة أكيد مباراة صعبة أمام فريق كبير للهلال السعودي على المركز الثالث على البرونزية إن شاء الله، ويكرر إنجاز السنة اللي فاتت والنادي الأهلي يحصل على البرونزية، لكن أكيد المباراة صعبة، هيكون لنا حديث كبير عن هذه المباراة. قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة وأخبارنا النهاردة، خليني عايز أتكلم مع حضراتكم عن تجربة منتخب مصر وطبعا خسارة النهائي الأفريقي أمام منتخب السنغال. خلينا نتكلم بكل أمانة، في أكيد دروس مستفادة، دروس مستفادة على جميع المستويات. خلينا نتكلم الأول على المستوى النقاد، على المستوى الجماهيري، على مستوى الإعلام. أكيد الدروس المستفادة إن منتخب مصر رجع تاني يجمع كل الناس ديت، كلنا في يمكن بعد مباريات دور المجموعات، بداية من مباراة سهل العاج، أنا حسيت كواحد وحطيت نفسي من ضمن الجماهير، من ضمن محبي طبعا، وكان ليا الشرف ألعب مع منتخب مصر يمكن 14 سنة 15 سنة، لكن كنت في صفوف الجماهير، حسيت بالروح الكبيرة جدا والالتفاف الجماهيري اللي يمكن أنا حسيته في 89 أيام ما لعبنا مباراة النهائي أمام منتخب الجزائري للوصول لكأس العالم في 98 وفي 2006 2008 2010. الروح دي رجعت تاني، الروح الالتفاف حوالين المنتخب المصري، بداية من مباراة سهل العاج، مرورا بمباراة المغرب، وكمان أكيد في المباراة أمام المنتخب الكاميروني والمباراة النهائية. خلينا نتكلم الدروس المستفادة ونعمل إيه للي جاي. اللي جاي أكيد هو أهم طبعا، كلنا يعني زعلانين، ما فيش شك كلنا زعلانين على خسارة طبعا المباراة النهائية. لما تعمل مشوار طويل جدا جدا وتوصل للمباراة النهائية وتخسر كمان بضربات الجزاء، أكيد بيكون في زعل على المستوى طبعا الجماهير، على مستوى النقاد، كمان على مستوى اللعيبة، اللي يمكن بعض اللعيبة يمكن خسرت اتنين نهائي في ثلاث نسخ ماضية، نتكلم على 2017، نتكلم على النهائي أمام المنتخب الكاميروني وخسارة 2-1، كمان على مستوى هذه البطولة والخسارة من السنغال. اللي جاي وده الأهم، دايما احنا بنقف فترات طويلة جدا جدا عشان نشوف ايه اللي جاي، لكن ما عندناش وقت. خلال شهر ونص هيكون عندنا معركة تانية، وانا بقول معركة تانية لان هتكون فعلا يعني كلمة الصقر ديت في الكورة مش عيب، خلي بالكم الريفنج دايما موجود، واحنا لما كنت بلعب في ألمانيا دايما بيكون في كلمة الريفنج، المدربين بيكرروا ريفنج انه الثأر، والثأر دوت اعتقادي بيكون عامل محفز جدا جدا لكل اللعيبة ازاي نستعد بشكل كويس لمباراة فاصلة، مباراتين امام المنتخب السنغالي، المنتخب قوي جدا للوصول لكاس العالم. خلينا نتكلم معاكم بكل امانة، يعني بكل امانة بنتكلم ان المنتخب السنغالي يستحق الفوز بالبطولة، وخاصة في المباراة النهائية. طب احنا نستفيد ده من ايه؟ يعني نستفيد من البطولة كلها ايه على المستوى الشعبي، على مستوى النقاد؟ خلينا بنفس هذه الروح، ما تخسرش الروح، الدوري راجع، كلنا بنتمنى طبعا كل واحد بيشجع ناديه وبيقف ورا ناديه، لكن على مستوى النقد، على مستوى الاعلام، خلينا بهذه الروح، روح المسانده الكبيره جدا جدا لمنتخبنا ان شاء الله للوصول لكاس العالم. طيب على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني بيعمل ايه؟ اكيد خلينا نتكلم كمان ان المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي، بداية هاخد المنتخب المصري من بداية سهل العاج لغاية المباراة النهائية، منتخب رائع، ولكن رائع في الأداء الرجولي، الروح القتالية الكبيرة جدا جدا اللي ظهر بها اللعيبة، إصابات كتيرة جدا وظروف صعبة جدا مر بها منتخبنا، لكن كانوا أبطال في الملعب، بنقول أبطال على مستوى الروح، على مستوى الإصرار، على مستوى الأداء، لكن خلينا نتكلم بكل أمانة، طب لما نحلل على مستوى الكورة احنا مستوانا فين؟ لما نحلل على مستوى الاداء امام المنتخب السنغالي في المباراه النهائيه ككوره، بقى نتكلم ككوره، احنا كان مستوانا ايه؟
اعتقادي الشخصي كان منتخب السنغال على مستوى الكوره كان هو الافضل خلال ال 120 دقيقه اللي لعبها، ما فيش شك كان هو المسيطر على المباراه بشكل كبير جدا، هو اللي بيحاول يصنع الفرص، صنع فرص كتيره. في اعتقادي الشخصي ان المنتخب المصري خلال بطوله افريقيا على مستوى الاداء الدفاعي لا باس به، على مستوى الاداء الدفاعي ظهر نجوم كبار زي محمد عبد المنعم، فتوح، ما ننساش دور حجازي، الونش، نتكلم على ابو جبل وكان قبليه محمد الشناوي، وبنتكلم على عمر كمال، يعني منظومه دفاعيه، خط النص رائع في الحاله الدفاعيه، لكن ينقصنا بشكل واضح وصريح الحاله الهجوميه للمنتخب المصري. كيف تستغل امكانيات محمد صلاح، مصطفى محمد، مرموش، بتتكلم على رمضان صبحي، بتتكلم على محمد شريف، بتتكلم على عناصر كتيره جدا جدا ممكن تكون ادائها الهجومي افضل. كل ما فعله محمد صلاح او كل ما فعله المنتخب المصري في الاداء الهجومي كلها فرديه، محمد صلاح لما ظهر بشكل اكتر من رائع كلها اداء فردي، مهارات فرديه من محمد صلاح، امكانيات فرديه لمحمد صلاح. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، احنا استفدنا فعلا من امكانيات محمد صلاح؟ اعتقد على المستوى التكتيكي، على مستوى شكل الفرقه، ساعدنا ان احنا نطلع طاقات محمد صلاح؟ يعني الاجابه في اعتقادي لا، محمد صلاح ادى بشكل فردي على مستوى اكتر من رائع. مصطفى محمد مهاجم اكتر من رائع، هل استفدنا من امكانيات مصطفى محمد على الاداء الجماعي؟ برضو الاجابه لا. حتى عمر مرموش اللي بعض الناس بتقول ما ظهرش بمستوى جيد جدا، لكن امكانياته اكتر كتير جدا من اللي ظهرت، فدوت كمان علامه استفهام. نتكلم على ادوار محمد شريف، هل استفدنا من محمد شريف هداف الدوري المصري ومن افضل المهاجمين على مستوى الدوري المصري؟ الاجابه برضو لا. هل استفدنا من حتى خط النص الهجومي؟ كان عندنا بلاي ميكر، عندنا صانع العاب يكون يقدر يعمل حلقه الوصل ما بين الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه؟ اكيد برضو الاجابه لا. هل استفدنا من تقدم احد وسط الملعب؟ نتكلم على حمدي فتحي، عمرو السوليه، بنتكلم على النني، بنتكلم على زيزو، بنتكلم على مهند لاشين، هل استفدنا من امكانياتهم الفنيه على المستوى الهجومي؟ في اعتقادي برضو لا. احنا عارفين كمان زيزو لعيب مميز جدا في الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه، هل استفدنا من اللعيبه دي على المستوى الهجومي؟ ده اللي لازم نشتغل عليه، نشتغل عليه، وده يعني اعتقد مهمه ضرورية جدا جدا للجهاز الفني للمنتخب المصري، انه يشتغل على الحالة الهجومية للمنتخب المصري. اكيد شخصية المنتخب المصري رجعت، اكيد زي ما بنتكلم ان منتخب مصر منتخب كبير جدا، المنتخب لغاية دلوقتي هو حامل اللقب رقم 7 على مستوى البطولة الافريقية، افضل منتخب على مستوى التايتل، على مستوى الفوز بهذه البطولة. لكن علشان نواجه بجد، نواجه أنفسنا بشكل صريح، إحنا عندنا قصور في الحالة الهجومية، وعندنا قصور واضح جدا في عمليات الترانزاكشن، الحالة إنك بتنقل من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بشكل سريع. مش لازم نعتمد كله على محمد صلاح وسرعاته، لا، لازم يكون في شكل معين، في سيستم معين لازم نلعب بيه. المنتخب السنغالي ظهر بالسيستم دوت، المنتخب السنغالي كان متواجد بشكل كبير جدا جدا في نص ملعب منتخب مصر، ازاي احنا نشتغل على ده؟ ازاي ان احنا نعمل البيلد اب سريع، ان احنا نبني من تحت بامكانيات لعيبه كويسه جدا عشان نبدا نعمل هجمه منظمه. فتاني بقول على مستوى الروح، على مستوى الأداء البطولي، على مستوى الإصرار والعزيمة، شابوه للمنتخب المصري، شابوه للعيبة والجهاز الفني، رغم الصعوبات الكبيرة جدا اللي واجهتنا قدروا يعملوا ويوصلوا لمباراة نهائية كنا نتمنى نفوز بهذه البطولة. لكن لما بنتكلم كورة لا، عندنا شهر ونص، واعتقادي الشخصي كمان يمكن من خلال يعني اتصالاتي هيكون في معسكر طويل للمنتخب المصري، اعتقد اكتر من 13 يوم، والدوري ممكن جدا يتوقف في الفتره دي كلنا ورا منتخبنا، ان احنا نصلح الاجزاء دي، نحافظ على الشكل الدفاعي بشكل جيد جدا، لكن كمان الاداء الهجومي لازم يتطور، ويتطور بشكل سريع وبشكل جيد ان شاء الله، علشان تكون مباراتي السنغال الاولى ان شاء الله هتكون في القاهره، والثانيه هتكون في دكار ان شاء الله، تكون بوابه الوصول للمونديال باذن الله. ده على مستوى منتخبنا، ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. كمان على مستوى النادي الاهلي والاداء الاكثر من رائع والمفاجاه، كلنا كجماهير النادي الاهلي والجمهور المصري بشكل عام كنا بنتابع المباراه الاولى، مباراه النادي الاهلي امام مونتيري المكسيكي، وكلنا كنا قلقانين، ما فيش شك ظروف صعبه جدا مر بيها النادي الاهلي، اصابات كتيره جدا، عمار بيصاب هناك، غياب دوليين بشكل كبير جدا،
بتقابل فريق كبير، ولكن النادي الاهلي دايما بمن حضر، وده بقوله اذا كان الاهلي بيكسب او بيخسر، لان بعض الناس تقول لك هو الاهلي بمن حضر بس لما الاهلي يكسب، لا الاهلي دايما بمن حضر في كل الاوقات. على مستوى الاداء كلنا كنا متخوفين من هذه البطوله، وكان بعض الناس بتقول لا النادي الاهلي لا ما نسافرش احسن، لكن النادي الاهلي نادي المبادئ، هو من زمن طويل جدا هو النادي دايما النادي اللي دايما بيحافظ على اولا سمعه البلد سمعه مصر، وطبعا مصلحه النادي الاهلي بتيجي طبعا في المرتبه الثانيه، لكن مصلحه مصر هي اولا واخيرا. وراح النادي الاهلي يمكن فريق معظمه من الشباب، ناقص اكتر من 7-8 لعيبه دوليه عندهم اصابات كتير، واصر انه يشترك في هذه البطوله الكبيره، وشرف مصر وشرف النادي الاهلي في البطوله في المباراه الاولى، وكمان على مستوى بالميراس المباراه الثانيه النادي الاهلي كان افضل على مستوى الفني، على مستوى خلق الفرص، على مستوى الاداء، على مستوى كمان الانتشار على جميع المستويات خاصه في الشوط الثاني. بعض الاخطاء اللي حصلت وده وارد في كره القدم، خسر النادي الاهلي 2-0، لكن تحيه كبيره جدا جدا لكل اللعيبه اللي موجوده في ابو ظبي، تحيه كبيره جدا للجهاز الفني، لان كانت ظروف صعبه جدا، وخلوا كل الناس اللي كانت يمكن سقف توقعاتها ان احنا يا رب بس نأدي مباراه كويسه امام مونتيري وما نتغلبش كتير نتيجه للاصابه، لكن الفوز على طموحاتنا جدا وعلى سقف طموحاتنا ان احنا نكون موجودين في المباراه النهائيه. لكن طبعا كل الاحترام اكيد طبعا عندنا مباراه قويه جدا جدا يوم السبت اللي جاي مع فريق كبير زي الهلال السعودي، اللي قدم شوط تاني اكتر من رائع امام بطل اوروبا امام تشيلسي وكلنا تابعناه، فريق قوي جدا. مباراه صعبه على النادي الاهلي ما فيش شك، لكن زي ما بقول لحضراتكم روح الفانيلا الحمراء دايما بتكون موجوده، ودايما اللعيبه يكون عندها على قدر المسؤوليه. في اكيد غيابات كتيره مؤثره زي ايمن اشرف زي قفشه، لكن كل زي ما بقول وارجع واقول تاني النادي الاهلي بمن حضر. كل دوت ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله معانا النهارده يعني الناقد الرياضي محمد الباز، هنتكلم فيه عن مونديال الانديه ان شاء الله ومباراه النادي الاهلي المرتقبه امام طبعا فريق الهلال السعودي ان شاء الله يوم السبت القادم. طيب تعالوا قبل ما نروح ونشوف الصحف قالت ايه، عندنا بعض الاخبار السريعه. نبدا بتصنيف منتخب مصر. طبعا تصنيف منتخب مصر الفتره طبعا حقق قفزه كبيره جدا على مستوى التصنيف العالمي للمنتخبات اللي صادر عن طبعا الاتحاد الدولي لكرة القدم النهارده الفيفا. احتل منتخب مصر المركز ال 34 عالميا في تصنيف الفيفا، وصعد 11 مركز طبعا بعد كان في المركز ال 45 في اخر تصنيف للفيفا في شهر ديسمبر اللي فات. كمان حل منتخب مصر على المرتبة الرابعة على المستوى صعيد الأفريقي بعد طبعا منتخبات السنغال بطل أفريقيا اللي بيحتل المركز ال 18 عالميا، المغرب في المركز الثاني على المستوى الأفريقي طبعا وصاحب المركز ال 24 عالميا، نيجيريا في المركز الثالث أفريقيا والمركز ال 32 عالميا، وطبعا المنتخب المصري كمان على المستوى العربي يمكن في المركز الثاني يعني بيسبقنا بس المنتخب المغربي اللي طبعا بيتصدر هذا التصنيف كأفضل منتخب عربي. زي ما بقول لحضراتكم مكاسب حتى على مستوى التصنيف فاز بها المنتخب المصري من خلال الأداء الرائع والأداء الرجولي في البطولة الأفريقية. دلوقتي احنا في المركز الرابع أفريقيا، المركز الثاني على مستوى العرب، على مستوى طبعا العرب، وكمان على مستوى العالمي قفزنا 11 مركز وبقينا في المركز ال 34. طيب عندنا كمان خبر يمكن بنتكلم كمان على بعض المنتخبات، يعني منتخب جامبيا مثلا على سبيل المثال قفز 25 مركز من المركز 150 للمركز 125، منتخب غينيا الاستوائيه اللي يمكن صعد ل 15 مركز من المركز ال 114 للمركز 99، كل دي ترتيب منتخبات من خلال مشاركتها في البطوله الافريقيه وقفزت قفزات اعتقد كبيره جدا على مستوى التقييم الدولي. خلينا نقول طبعا الاوائل في القاره الافريقيه، يحتل السنغال المركز الاول افريقيا وال 18 عالميا،
المغرب في المركز الثاني أفريقيا، 24 عالميا. نيجيريا في المركز الثالث طبعا أفريقيا و32 عالميا. مصر في المركز الرابع أفريقيا، 34 عالميا. تونس في المركز الخامس أفريقيا، 36 عالميا. الكاميرون في المركز السادس على مستوى أفريقيا و38 على مستوى العالم. الجزائر في المركز السابع أفريقيا، 43 عالميا. ومالي في المركز الثامن على المستوى الأفريقي و48 عالميا. ساحل العاج في المركز التاسع في أفريقيا و51 على مستوى العالم. بوركينا فاسو في المركز العاشر على مستوى الأفريقي و56 على مستوى العالم. كمان في التصنيف ده النهاردة منتخب بلجيكا اللي بيحافظ على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات، طبعا الصادر عن الاتحاد الدوري فيفا النهاردة الخميس فبراير 22، والخاص طبعا بالشهر الماضي يناير. ترتيب المنتخبات الأولى أو العشر منتخبات الأولى على مستوى التصنيف العالمي، طبعا جي على المستوى الأول في المركز الأول المنتخب البلجيكي، في المركز الثاني المنتخب البرازيلي، في المركز الثالث المنتخب الفرنسي. يحتل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي على المركز الرابع، المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس، المنتخب الإيطالي في المركز السادس، أسبانيا سابع العالم، البرتغال ثامن العالم، والمنتخب الدنماركي المرتبة التاسعة، ويحتل المركز العاشر المنتخب الهولندي. خبر مهم كمان النهاردة معانا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أجرى عديد من الاختبارات الناجحة لتقنية التسلل. زي ما بقول لحضراتكم تقنية التسلل، ويمكن المثيرة للجدل في حالات كتيرة جدا جدا إنها بتاخد وقت كتير، عملية يعني التسلل وعملية الفار بتاخد وقت. تقنية التسلل شبه الآلي خلال كأس العالم للأندية، تم بعض الاختبارات في أبو ظبي بالتزامن طبعا مع عرض رسوم متحركة، زي ما بنتكلم كده عروض لل 3D على الشاشة الكبيرة بالملعب وعلى التلفزيون، بيمنح المشاهدين طبعا نظرة أعمق شوية في قرارات التسلل. يمكن بعد ما نجحت تجربة الاختبارات ديت اللي أجراها على تقنية التسلل شبه الآلي في كأس العرب، النهاردة في اختبارات مكثفة على تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي طبعا قبل استخدامها في كأس العالم القادم في قطر 2022. رئيس لجنة التحكيم أو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي طبعا كولينا الحكم الإيطالي الشهير وفريق من التكنولوجي والابتكار التابع للفيفا، عرض عملي للتكنولوجيا في استاد محمد بن زايد يوم الأربعاء اللي فات. التقنية ديت يعني بتحدث عن عملية تقنية ان في اقل وقت وبال يعني التسلل شبه الآلي، ان في خلال اعتقد 3 ثواني بيتم احتساب التسلل ولا لا، في ثواني قليلة جدا. بيسمح النظام دوت بتقييم اذا كان اللاعب داخل الملعب في موقف تسلل ولا لا بشكل سريع جدا اوتوماتيك بشبه آلي، بيثبت اللاعب وبيكون في تقنية على ال 3D وال 4D. دي كلها عمليات بتساعد، وزي ما بقول لحضراتكم الفار اكيد بيقدم مستوى اكتر من رائع على مستوى يعني المسابقات العالمية، لكن كان دايما عملية التسلل بيكون فيها ديلي شوية، فيها وقت طويل شوية، ممكن جدا بيكون فرصة ونقعد 6-7 ثواني لغاية ما حامل الراية يرفع، ويكون طبعا في جدال كبير جدا. لكن من خلال التقنية دي اعتقد هيكون الامور، وده اللي وارد من كلينا طبعا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، ان في خلال اقل من 3 ثواني يعني اقصاها 3 ثواني وبيكون هذا التكنيك الجديد او التقنية الجديدة في موضوع التسلل ان شاء الله تكون موجودة في كاس العالم قطر 2022. طيب تعالوا مع بعض نروح ل خبر يعني شن مهاجم مانشستر يونايتد السابق طبعا ألان برازيل، ده طبعا هجوم عنيف جدا جدا على المدرب الأسباني للأرسنال ميكل أرتيتا، ويعني يعتبر ألان برازيل ده واحد طبعا من نجوم السابقين الكبار في الكرة الإنجليزية، لعب العديد من الأندية أبرزها طبعا المان يونايتد وتوتنهام، كمان شارك في كأس العالم 82. يمكن ألان برازيل خلال الساعات الماضية قال تصريحات هاجم فيها أرتيتا في شكل واضح جدا، وظل المشاكل المطارة حوالينه في الأرسنال، وآخرها طبعا رحيل طبعا الدولي أوباما يانج إلى صفوف برشلونة الأسباني.
يمكن ألان قال إن أرتيتا عليه أن يهدأ قليلا، إنه شاب لكنه دائما غاضب ويبحث عن النجاح بشكل بائس لا أعرف لماذا. يعني هو بيقول إن دائما أرتيتا عصبي جدا وعايز يوصل بسرعة للنجاح وبشكل بائس، هو يعني عليه علامة استفهام، وبينتقد أرتيتا في إدارة المنظومة والدريسنج روم وعلاقته مع اللاعبين. كمان ألان برازيل واصل كمان انتقاداته لأرتيتا بشكل قوي جدا، وقال بما معناه كده بالبلد، مش عشان اشتغلت مع جارديولا وشفت ان هو بيعمل ازاي بطولات هتقدر انت تعمل زيه وتحقق بطولات سريعة. يعني كان نقد قوي جدا جدا من طبعا ألان برازيل، طبعا احد النجوم الكبار اللي كانوا موجودين في البريمير ليج في يمكن جيل الثمانينيات والتسعينيات. عندنا على مستوى الترانسفير كمان النهاردة بنتكلم على هالاند، طبعا مهاجم بروسيا دورتموند اللي اعتقادي الشخصي على يعني خلاص على بعد خطوات الرحيل عن صفوف طبعا دورتموند والانتقال الى برشلونة في الصيف القادم. طبعا تصريحات صحفية اسبانية كتيرة جدا جدا بتقول ان برشلونة بيواجه منافسة قوية جدا على ضم اللاعب من اندية كبيرة زي باريس سان جيرمان وريال مدريد. صحيفة موندو الاسبانية كمان قالت ان هالاند اولوية للبارسا في سوق الانتقالات الصيفية، لكن ادارة النادي الكتالوني بصدد ترتيب اوراقها خلال الأشهر اللي جاية لإتمام هذه الصفقة. كمان بنتكلم على رغم الأزمة المالية اللي بيعاني منها برشلونة من يمكن من أشهر كتيرة، إن التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب لا يزال ممكنا. طبعا رايولو طبعا وكيل أعمال اللاعب بيتكلم على هالاند وبيتكلم على نيته إن شاء الله في الفترة اللي جاية، إن هالاند خلاص في خلال الصيف اللي جاي أكيد هينتقل لأحد الأندية الكبيرة. رايح فين بالظبط زي ما حضراتكم ويمكن هنا في المحترف اتكلمنا، يمكن من شهور قليله كان هالاند متواجد في مدريد وراح برشلونه وراح ريال مدريد. هالاند طبعا لعيب صغير، لعيب مهاجم، لعيب رائع، يمكن من الصفقات القويه جدا اللي بتبحث عنها انديه كبيره زي باريس سان جيرمان، بنتكلم على برشلونه ريال مدريد. يعني اعتقادي الشخصي يمكن يعني معظم وسائل الاعلام في اسبانيا بتقول ان برشلونه بيتقدم بعرض وبيقول ان هو ان شاء الله هيكون هالاند في صفوفه خلال الصيف اللي جاي. طيب دي كانت اخبارنا السريعه، لكن كمان عندنا اخبار الصحف العالميه قالت ايه في المحترف مع حضراتكم. طيب نروح بسرعه لاسبانيا، جريده ماركا الاسبانيه ركزت على لقاء طبعا باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور ال16 من دوري الشامبيونز ليج ومواجهه راموس وامبابي للفريق. الجريده كتبت الاعداء الاعزاء. الصحيفه كمان اهتمت بلقاءات ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا وفوز ريال بيتيس خارج ملعبه على ريو فالوكانو 2-1 ومواجهه فالنسيا واتلتيكو بلباو. كتبت ريال بيتيس يخطو خطوة عملاقة نحو النهائي. الصحيفة كمان بأتلتيكو مدريد كتبت أندريا بيرتا يضغط من أجل مدى. طبعا سبورت الأسبانية طبعا ركزت كمان سبورت الأسبانية على أخبار برشلونة زي ما بقول لحضراتكم، ركزت على التعاقد مع طبعا إيرين هالاند اللاعب لاعب بروسيا دورتموند، وكتبت هالاند الأولوية القصوى لبرشلونة، وكمان لجنة المسابقات بتوقف داني ألفيش مباراتين. كمان اتحدثت الجريدة عن ريال مدريد تطورات الحالة الصحية لكريم بنزيما، وكتبت ان كريم بنزيما شكوك حول اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان. إيس الأسبانية في أسبانيا اللي بتركز كمان على لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الستاشر في دوري أبطال أوروبا، وبتقول أنشيلوتي يرغب في اللعب بأفضل تشكيلة أمام باريس سان جيرمان، وبيقول إن في حفل في باريس. كمان الصحيفة تحدثت عن فوز ريال بيتيس خارج ملعبه على فالوكانو 2-1 في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، وكتمت ويليام كابالو يضع الجليد. نروح لإنجلترا ميرور سبورت، نروح بها لإنجلترا تحديدا جريدة ميرور الرياضية في إنجلترا اللي ركزت على فوز مانشستر سيتي 2-0 على فرانكفورت في الدوري الإنجليزي، وكتبت كيفن دي بروين يجعلها تبدو كما النحلة.
تحدثت كمان عن تأهل تشيلسي لنهائي كأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي والفوز 1-0 في نصف النهائي، وطبعا رأي الحكم الشهير الإيطالي كولينا في الهدف، وكتبت قرار التسلل في 3 ثواني فقط. الصحيفة كمان اهتمت بساوثهامبتون اللي قلب الطاولة على توتنهام وفاز 3-2 في طبعا الدوري الإنجليزي، وكتبت ساوثهامبتون يسقط كونتي. صن الإنجليزية بتركز صن الإنجليزية على رغبة مانشستر يونايتد في تعيين بوكوتينو مدربا في الصيف القادم، وكتبت يريد مانشستر يونايتد أن يتولى طبعا بوكوتينو طبعا المسؤولية في الصيف القادم، وزي ما حضراتكم عارفين في عملية تذبذب واضح جدا في مستوى المان يونايتد على مستوى البريمير ليج. كمان تحدثت عن فوز المان سيتي على برينتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز. صحيفة اهتمت كمان بالفرنسي زوما مدافع وستهام يونايتد بعد قضية طبعا الركلة، وكتبت الرعاة يطردون زوما. سريعا نروح لفرنسا والإكيب الفرنسية اللي ركزت على تأهل نيس لنصف النهائي كان في فرنسا بعد الفوز على أولمبيك مارسيليا بنتيجة كبيرة، نتيجة 4-1 في ربع النهائي، وكتب جاستين كولبرت طبعا موهبة صافية. نطير على توتو سبورت الإيطالية. توتو سبورت الإيطالية ركزت على تأهل طبعا الميلان لنصف النهائي كأس إيطاليا بعد الفوز الكبير جدا على لاتسيو بنتيجة 4-0، وكتبت ميلان جميل. طبعا فوز الميلان في طبعا ربع النهائي بيضعه فيه كمان طبعا مواجهة تانية مع الانتر في نصف نهائي كاس ايطاليا. الميلان بيفوز على لاتسيو 4-0، نتيجة كبيرة جدا جدا جدا. هيقابل طبعا في الدور قبل النهائي الانتر، وصراع وقمة اخرى في على مستوى الكرة الايطالية ما بين ميلان والانتر في نصف نهائي كاس ايطاليا. فاصل سريع جدا مع حضراتكم، وبعد الفاصل نستقبل الناقد الرياضي الكبير محمد الباز ونظرة سريعة وتأمل سريع على فرقتنا النادي الأهلي ومباراة المرتقبة في إن شاء الله والبرونزية إن شاء الله بإذن الله يكون للنادي الأهلي أمام فريق قوي جدا على مستوى القاري بطل قارة آسيا الهلال السعودي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده في المحترف النقد الرياضي المتميز محمد الباز. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، منورنا. مساء الخير على حضرتك وعلى جمهور النادي الاهلي، اهلا وسهلا. اهلا بيك محمد. يمكن تابعت في الانترو وكلامي عن النادي الاهلي وكاس العالم للانديه، ويمكن انت اكيد واحد من اللي حسوا قبل طبعا وصول بعثتنا هناك للاشتراك للمره الثانيه على التوالي في كاس العالم للانديه قد ايه كانت الظروف صعبه، وقد ايه كنا بنعاني بشكل كبير جدا جدا من اصابات، وبنعاني كمان من غيابات على المستوى اللعيبه الدوليه بشكل كبير جدا، وكان يعني طموحاتنا ان احنا نعمل مباراه جيده امام طبعا فريق كبير زي طبعا مونتريال المكسيكي، وادينا بشكل اكتر من رائع وكسبنا المباراه. لكن خلينا بنتكلم قبل ما نتكلم على التفاصيل شويه، رايك ايه في البطوله نفسها؟ رايك ايه في اداء النادي الاهلي لغايه دلوقتي في البطوله يعني بشكل عام؟ يعني مبدئيا البطوله يعني اوضحت قوه المنافسه بوجود فرق بتظهر بشكل رائع قوي جدا. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا طموحاتنا كانت كبيره جدا ان احنا نكتب تاريخ جديد بوصولنا للفاينل والحصول على الاقل على ميداليه برونزيه. الاهلي صاحب على ميداليه فضيه عفوا، يعني صاحب برونزيه مرتين في تاريخه، ودي حاجه جميله بترفع طموحاتنا، وسقف الطموح دايما بيزيد مع النادي الاهلي. وصول النادي الاهلي للفاينل هو ده الطموح الاكبر، للاسف يعني ضاعت الفرصه، هنتكلم عليها بالشكل الفني والتحليلي ليها. ولكن احنا شفنا قبل كده الوداد وصل للفاينل، العين الاماراتي وصل للفاينل وحصل على الميداليه الفضيه. انا شايف ان الاهلي هو يستحق بقوته بجمهوريته هو اكثر تتويجا، هو اسد وسيد افريقيا ان هو بص انا هتكلم معاك بكل امانه. انا في اعتقادي الشخصي لو النادي الاهلي بكامل نجومه انا كنت يعني واثق
يعني مش هقول 100% طبعا كرة فيها كل حاجه، لكن كانت هتبقى فرص وصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه في اعتباري اكتر من 90%. عدد اللعيبه وعدد الاصابات، يعني عدد اللعيبه الدوليه كان عدد كبير جدا، عندهم خبرات، يعني النادي الاهلي راح بمجموعه من الشباب، مجموعه من اللعيبه اللي اول مره تلعب هذه البطوله. بعد ما وصل اصابه عمار حمدي، عنصر مهم جدا في لعيبه النادي الاهلي، ظروف صعبه جدا مر بيها الجهاز الفني واللعيبه. انا دايما بحب يعني بيرستاو كمان، اكرم توفيق، يعني اصابات كتيره جدا، انت بتتكلم على قوام فرقه بالكامل. لكن طموحات الناس، انا بقول لك بكل امانه كنا يعني قلقانين ان احنا المباراه الاولى امام مونتيري هيكون فيها سكور يعني وربنا يسهل ان شاء الله ونتعادل، او فوجئنا بشكل مختلف تماما، فوجئنا بروح قويه جدا، فوجئنا بمكسب كبير على فريق كبير. وعنده طبعا انا اعرف اجيري طبعا المدير الفني للسابق للمنتخب المصري، فاكيد عنده كمان معلومات عن اللاعب المصري بشكل كبير. فكل ما يعني الخوف والقلق تحول بعد هذه المباراه الى طموحات كبيره جدا ان احنا نوصل للمباراه النهائيه. وهي دي شخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي دايما بتفرض نفسها في الظروف الصعبه، رغم الضغوط والاصابات والغيابات الكثيره، ورغم يعني نفس توقيت بطوله الامم الافريقيه وغياب عناصر اساسيه مؤثره جدا في قوام النادي الاهلي. صحيح، الاهلي فرض شخصيته في مباراه مونتيري، رفع الطموح عندنا ان احنا لا احنا نكسب الماتش الجاي مع امام بالميراس ونصل للفاينل. الناس وجمهور النادي الاهلي وكلنا يعني كنا بنقول لو ما حصلش نصيب او ما فزناش في المباراه الاولى امام مونتيري نحن متفهمين دوت بسبب الظروف والضغوطات وكل الاجواء اللي عاشها النادي الاهلي، ولكن شخصيه النادي الاهلي، قوه الروح الموجوده عند لعيبه النادي الاهلي سواء بالسكواد الاساسي او الثاني، او انا شايف ان كل اللاعبين على اكمل المسؤوليه عملوا اللي عليهم وعملوا عليهم يعني في حدود، طبعا في حدود الغيابات في حدود، لكن خلينا نتكلم بشكل مفصل على المباراه الاخيره امام بالميراس البرازيلي، مباراة طبعا بتلعب فريق كبير ما فيش شك رغم الغيابات، لكن كمان النادي الاهلي بيتفوق في رايي الشخصي، كان في اكتساح على مستوى الاداء على مستوى خلق الفرص خاصه في الشوط الثاني. وممكن اللي يكون مزعلنا شويه ان المباراه كانت في الامكان لو يعني تفادينا بعض الاخطاء يعني ممكن نقول بين قوسين كده ساذجه شويه في عالم كره القدم. يعني بكل تاكيد المباراه كانت في المتناول، الظروف الفنيه على ارض الميدان اثبتت واوضحت ان الاهلي قادر ان هو يحقق فوز على بالميراس. الهدفين من اخطاء زي ما حضرتك قلت فعلا بلغه الكره يعني نعتبرها ساذجه. التشكيل يعني احنا عندنا لو حضرتك كابتن علي دورت هتلاقي ان احنا عندنا كل المقومات مع النادي الاهلي ان هو يعمل الضغط العالي، يعمل التحول من الدفاع للهجوم بشكل سريع، عندنا كل الامكانيات دي، عندنا اللعيبه اللي تقدر تنقلنا بشكل كويس جدا. ولكن الافكار يعني انا اعتقد في بدايه المباراه مع النادي الاهلي او بيتسو موسيماني ادى احترام زياده عن اللزوم لفرقه بالميراس، طبعا اكيد لازم نحترم الخصم وفريق قوي وبكل تاكيد، ولكن كان عندنا كل المقومات، احنا لو قاريين الخصم كويس جدا اقدر اغير الكره سيتويشنز مواقف يعني صحيح. من خمس دقائق لخمس دقائق من دقيقه لدقيقه قد تتغير الاجواء، فده محتاج ان الكوتش يكون سريع في رد الفعل ان هو ازاي دلوقتي اقدر ان انا اشتغل مين اللي ينقلني، انا محتاج ان انا يعني وعلى فكره ده اللي عمله يمكن الشوط شويه الشوط الثاني نزل عناصر، توقيت الاهداف كان صعب شويه. صحيح يعني توقيت الاهداف كان صعب شويه، عشان كده يعني كلنا كنا في حاله من الاستغراب. طب احنا عندنا اللي نقلنا نزل لعبد القادر وشريف، وكنا نتمنى ان هم يبداوا اللقاء. معروف عن بالميراس كابتن هاني قوتهم او نقاط القوه بتاعتهم كانت في الفلانكس في الاجنحه بتاعتهم، وبيقفلوا نص الملعب بشكل كويس جدا، بالتالي انا محتاج حد ينقلني لقدام، التحول من الدفاع للهجوم او النقله ديت والسرعات، ودي يعملها بشكل كبير جدا احمد عبد القادر مع شريف. صحيح. اللي بيتوغل يلعب مهاجم وهمي يقدر ان هو يتحرك ويصل للمرمى بشكل او اخر، كنا محتاجينهم مع بدايه الماتش، وكنا هنفرض شخصيتنا عليهم مع الضغط العالي، اعتقد كان المباراه كانت تكون افضل. صحيح طبيعي ساذجه للاسف، عدم تمركز صحيح مظبوط، اكيد احنا بنتعلم من الاخطاء ديت، وعندنا فرصه كبيره جدا
ان شاء الله في اللقاء القادم امام الهلال. طيب انا هنقل معاك طبعا لمباراه الهلال، مباراه قويه ما فيش شك، اللي شفناه كمان امام الهلال بيقدم مباراه خاصه في الشوط الثاني على مستوى الاداء امام فريق كبير زي تشيلسي بطل اوروبا، بيقول لا الهلال فريق كبير وفريق قوي جدا على مستوى الاداء الهجومي على مستوى التنظيم. شايف قبل ما اروح للاهلي والهلال، شفت مباراه الهلال وتشيلسي ازاي؟ الهلال انهك تشيلسي، انا شفتها مباراه ما بين تشيلسي والمان سيتي، او يعني الهلال اظهر شيء من المان سيتي امام تشيلسي، اوقف مفاتيح تشيلسي بشكل قوي جدا، لعب مباراه تكتيكيه عاليه جدا، اعتمد على اهم العناصر يعني بيريرا ودوسري وماريجا، لعيبه على اعلى مستوى كابتن هاني، عرفوا ان هو يصنعوا الفارق ويوقفوا تشيلسي. تشيلسي فازت بهدف خطأ، قد يكون خطأ ساذج أيضا، يعني خطأ دفاعي طبعا من الشهراني. شهراني على بالمناسبة من أهم اللاعبين، يعني أهم ظهير أيسر في آسيا وفي الفريق، مميز جدا بيدي قوة كبيرة جدا في ناحية الشمال طبعا مع الدوسري، يعني عايز اقول لحضرتك جبهه ناريه، احنا بنتكلم عليها امام النادي الاهلي وازاي نوقف الجبهه الناريه ديت، فريق قوي جدا. خطا وحيد ساذج من شهراني ادى لهدف، يعني استغل الفرصه طبعا لوكاكو احرز الهدف وفاز فريق الهلال السعودي، يعني اثبت. طب تعالى انت محمد نشوف الارقام ما بين طبعا الهلال وتشيلسي، من خلال الارقام ممكن تظهر بعض الحاجات، احنا طبعا شفنا المباراه صحيح. وشفنا يمكن كان الفريق الهلال متحفظ الى حد كبير في الشوط الاولاني، لكنه انطلق بشكل كبير جدا في الشوط الثاني وقدر يهدد تشيلسي في فترات كبيره. احصائيه قدام حضراتكم قدامك يا محمد، طبعا الفوز 1-0، الفرص 10 فرص لتشيلسي سجل منها هدف في مقابل 3 فرص للهلال لم يسجل، نسبة الاستحواذ كانت نقدر نقول قريبة 56 مقابل 44 للهلال، عندنا التمريرات الصحيحة نسبتها 85% للفرقتين، عندنا كمان التصويبات على المرمى 15 لتشيلسي ما بينهم 5 ما بين القائم والعارضة مقابل 11 للهلال ما بينهم 3 ما بين القائم والعارضة، عرضيات 15 عرضية تشيلسي 9 عرضيات للهلال، الركنيات 9 تشيلسي و3 الهلال. شايف الارقام ازاي وازاي ناخد من الارقام ديت ونبدا نعمل حساباتنا في مباراه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي الهلال والنادي الاهلي؟ طبعا الارقام بتوضح لنا ان الهلال بيقدر ان هو يصنع فرص بشكل واضح جدا، وده من عن طريق اللعب كضغط عالي بشكل كبير جدا، بيعتمد على سرعات لعبته الاساسيه زي ما قلنا بيريرا وماريجا، الناس دي بتقدر تعمل التحول مع الجبهه اليسرى مع سالم الدوسري. ارقام بتبين لنا قد ايه ان الهلال فريق متكامل بيلعب بشكل جماعي بشكل قوي جدا، وده هيعمل بعض الخطوره علينا واحنا نقدر نوقفه. الهلال امبارح يعني في بدايه الماتش كان بيلعب ب 5-4-1 وغيرها من 4-1-4-1، بدأ حصل في مرونه تكتيكيه، السيستمز بتتغير من وقت للتاني على حسب المواقف اللي بتحصل في اللقاء، وده سرعه رد الفعل وازاي اتعامل مع كل المواقف، خلق فرص كبيره جدا، هدد مرمى كيبا اكتر من مره، ويعني كيبا حارس عملاق بديل مندي اثبت ان هو فعلا يعني مع الاستمراريه، لو قلنا احصائيه صغيره ان هو في اخر سبع جولات في البرايمر ليج حافظ على شباكه كشباك نظيف في 4 مباريات او 4 جولات من توتال 7، فهذا حارس قوي وفعلا شال تشيلسي امبارح. الهلال السعودي في الفتره الاخيره بيطور نفسه بشكل كبير جدا، عنده 7 اجانب بدا يستقطب. هنشوف تطور اداء الفريق طبعا الهلال السعودي، لكن نروح نشوف كمان ليوناردو المدير الفني لطبعا فريق الهلال السعودي كان قال ايه بعد طبعا الخساره امام تشيلسي 1-0. كانت استراتيجيتنا في الشوط الأول والثاني للمباراة تحقيق تحكم أكبر في مسار اللعب، مما سيتيح لظهيرنا الأيسر فرصة المساهمة في الهجوم، وحاولنا إيجاد توازن في الفريق بتواجد 2-2 في خط الوسط بمساعدة لاعب خط وسط دفاعي، ساعدنا ذلك على حيازة الكرة بصورة أكبر وهيأ لنا فرصا أكبر. الفارق بين الهلال وتشيلسي كان الدقة، سنحت الفرص للفريقين، غير أن تشيلسي كان أكثر فعالية ولم نكن كذلك، ولذلك خسرنا المباراة بهدف دون مقابل.
تعليقك محمد على تصريحاته؟ طبعا يعني أنا زي هو لاعب دور كبير جدا تكتيكي، فهو فاهم الخصم، فاهم تشيلسي بيعمل ايه. تشيلسي دايما بيعمل حته اللي هو الاسترتشنج في نص الملعب باعتماده على الخمسه اللي بيكملوا مع بعض في الزياده الهجوميه، عارف يوقفهم بشكل كبير جدا. يعني انا متفق معاه تماما ان تشيلسي كان اكثر فاعليه، لان تشيلسي طبعا اكثر خبره، واقف على الارض بشكل كويس جدا رغم الضغط العالي عليه ورغم الفرص ولكن تشيلسي هو تشيلسي، يعني شخصية بطل أوروبا بتفرض نفسها، وده بيرجع من خبرات وقيمة اللاعبين الكبار واحتكاكهم ب يعني المواجهات الصعبة النارية في الشامبيونز ليج في أوروبا أو في البرايمر ليج على سبيل المثال. طب أنا هاخدك في حتة تانية خالص، ويمكن ده يمكن قاله بيتس موتسماني شوية، وكان قاله كمان من السنة اللي فاتت، هو هل من الظلم كمان ان يعني بطل أوروبا على طول بطل أمريكا ييجوا على المباراة قبل النهائية، في حين ان بطل أفريقيا بيمر يمكن بمباراتين قبليها أو مباراة قبليها؟ إمتى ممكن نشوف عدالة شوية في الجزئية ديت؟ هل ده للماركتينج للسبونسر إنه لازم يتواجد طبعا بطل أوروبا بطل الشامبيونز ليج يتواجد في نصف النهائي، وبيكون فرصه طبعا كبيرة جدا إنه يكون موجود في المباراة النهائية؟ ويمكن ما اعرفش، حسيت حتى من مباراه الهلال ان في بوش شويه ان لازم يكون تشيلسي متواجد في المباراه النهائيه. هل ده ماركتنج؟ هل دوت ليه علاقه بالسبونسر ان لازم يكون بطل اوروبا موجود في نهائي كاس العالم للانديه بصفه مستمره؟ بكل تاكيد، والدليل على ذلك ان شفنا بعض من جماهير الهلال السعودي بيشجع تشيلسي. ده معناه ان وجود فريق بطل اوروبا وصوله للنهائي بيطول طبعا فتره اقامته او وجوده في البطوله، وبيدي قوه للمتابعين والسبونسرز والماركتنج ان هو يزيد عدد المشاهدين وعدد الاعلانات، وبيكون في مكاسب دي من الناحيه الماليه والاستثماريه في تحقيق ارباح كبيره من وراء البطوله. وطبعا عشان كده تنفيذها او يعني تنفيذ البطوله في اوقات زي كده واعتمادها على الايرادات اللي بتيجي من وجود فرق كبيره زي تشيلسي وقبل كده بايرن ميونخ وليفربول وفرق عديده وريال مدريد اكتر من حقق هذه البطوله 4 مرات، طبعا عامل مهم جدا. اتفق او اختلف، يعني مش متفق بشكل كبير مع بيتس موسيماني في هل من الظلم وجود يعني قارتين من زي قاره اوروبا في او امريكا اللاتينيه وامريكا في 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 النصف النهائي او السيمي فاينال على طول، وطبعا عدم وجود تكافؤ الفرص شويه، الفرص طبعا متعادم، ويمكن بالظبط يعني الاهلي لعب مباراه امام مونتيري يعني اقل من 3-4 ايام، المباراه القادمه يعني على عكس بالميراس قعد 7 ايام موجود في الامارات، فعنده الارتياحيه من دراسه الخصم، من يعني ان هو يعيش الاجواء بشكل او باخر، وده لا يقلل من قوة الفرق اللاتينية أو الفروق الفنية والقيمة السوقية، ويعني عايزين نقول هنقول في فوارق كبيرة جدا، ولكن تكافؤ الفرص في ان تلعب مباراه والثانيه وفريق ثاني يكون مستني بقاله فتره قاعد، فطبعا هيكون عنده فرص اكبر لدراستك كدراسه خصم وتحقيق فرص اكبر. طيب محمد معانا كوفازيتش، طبعا اللاعب الوسط الرائع لطبعا فريق تشيلسي، بعد المباراه قال ايه والتاهل للمباراه النهائيه، نشوفه مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه. طبعا هو بيتكلم على استعدادات طبعا تشيلسي المباراه النهائيه امام بالميراس، لكن على المستوى الفني اعتقد الفوارق يا محمد هتكون كبيره، اعتقد شفنا الفريقين طبعا تشيلسي فريق كبير جدا، بالميراس اعتقد على المستوى الفني ممكن يكون اقل شويه من تشيلسي. صحيح، ولكن لو رجعنا لتاريخ البطوله في حته كده لازم نلفت برضو النظر ليها، ان الفرق البرازيليه في النهائيات تفوقت على الفرق الاوروبيه، يعني احنا لو بصينا معانا في الاحصائيه في 2005 نسخه 2005 كان ساو باولو فاز على ليفربول في النهائي 1-0، ثم النسخه اللي بعدها كانت 2006 انترناسيونال فاز على برشلونه 1-0، بعد كده في مواجهه تانية مع تشيلسي نفسه مع فريق كان برضو برازيلي يعني الاسم كورسناينز البرازيلي، كانت نسخه برضو قويه في 2012 وفاز على تشيلسي 1-0. الفرق البرازيلية بتعرف ازاي تلعب قدام الفرق الاوروبية، وده دليل من النسخ اللي عشناها ال 16 نسخة الماضية من بطولة كاس العالم للاندية.
أثبتت تفوق الفرق البرازيلية على الفرق الأوروبية. طبعا الفوارق كبيرة جدا بين تشيلسي وما بين بالميراس، ولكن أنا أعتقد بالميراس بالشكل اللي احنا شفناه قد يكون الهلال السعودي أثبت القوة أكتر أمام وصمود أمام تشيلسي. المباراة اللي شفناها أمام النادي الأهلي مع بالميراس أوضحت بعض طبعا المشاكل الفنية عندهم طبعا أكيد في الجناحات، قوتهم في الجناحات يعني باينة بشكل كبير جدا، ولكن التغطية والتمركزات في بعض الأوقات، ولما شفنا الضغط العالي اللي عملناه في الشوط الثاني هددنا مرماهم أكتر من مرة، وضربة جزاء طبعا عدم احتسابها وهدف تم إلغاؤه من تسلل وكرة في العارضة، كان في تهديد على مرماهم بشكل كبير جدا يا كابتن هاني، وده قد يعني أعتقد أمام تشيلسي بالستريتشنج اللي بيعمله بالقوة الهجومية من التحول اللي بيعمله كانتي من الدفاع للهجوم وقلب الملعب بشكل كبير جدا مع كانسيلو مع لعيبه. هو طبعا الفروقات ما فيش شك، لكن دايما المباراه النهائيه كوفازيتش كمان قال الجمله ديت، دايما ما بين قوسين المباراه النهائيه بتكون مباراه صعبه بغض النظر على طبعا مستوى طبعا تشيلسي الكبير جدا من خلال البريمير ليج، من خلال مستواه حتى في المباراة الأخيرة، كمان بالميراس من الفرق المرشح بالفوز بهذه البطولة. أرقام هي طبعا هو مش مشوار الفريقين، لكن هو طبعا جدول لبالميراس وتشيلسي خلال البطولة من خلال مباراة واحدة نشوفها مع حضراتكم. طبعا الفريقين لعبوا مباراة فازوا فيها، وطبعا ما فيش تعادل ولا هزيمة، يمكن زي ما بقول بس هو الأهداف يعني بالميراس أحرز هدفين وتشيلسي أحرز هدف واحد، وطبعا الاثنين كان عندهم شباك نظيفه. على مستوى الارقام طبعا ما فيش يعني مش هنقول ارقام لان كل واحد لعب مباراه واحده، لكن زي ما بقول لك على مستوى المفاجات ممكن جدا نشوف مفاجاه في المباراه النهائيه ويفوز بالميراس، وايه اللي ممكن ده يتحقق من خلال ايه؟ من خلال ممكن جدا يكون لعيبه تشيلسي ضامنين المباراه بشكل او باخر، ممكن يكون على المستوى التكتيكي ممكن بالميراس يشتغل بشكل افضل. انا اعتقد ان تشيلسي فاهم مدى اهميه المباراه، لان مع توماس توخيل وصل تقريبا لاربع خمس نهائيات منذ تولي توماس توخيل، يعني نهائي تشامبيونز ليج، نهائي السوبر الاوروبي، ثم حتى الان متواجد في نهائي كاس الرابطه يا كابتن هاني، فهو بيعرف يتعامل بشكل كويس جدا مع النهائيات وبيحترم الخصم بشكل كبير جدا. انا اعتقد ان بالميراس عنده فرصه ان هو يعمل مفاجاه امام تشيلسي في حاله واحده فقط، وهو باللعب الكومباكت التكتل، ان هو يقدر ان هو يقفل على العناصر القويه والتحول والدفاع اللي بيعمله تشيلسي، والمعروف عن تشيلسي طبعا اعتقد لو استطاع ان هو يوقف العناصر او المفاتيح الاساسيه لتشيلسي ولعب على المرتده، وده طبيعي اعتقد كان ممكن يعمل ده بشكل كبير جدا، قد يهدد مرمى. طب ده على مستوى النهائي، كمان تعالى انا وانت نطمن على بعثتنا، بعثه النادي الاهلي واستعداد لمباراة كبيرة إن شاء الله لفوز النادي الأهلي، مباراة أمام الهلال السعودي إن شاء الله يوم السبت. معنا طبعا مفيدنا من قناة النادي الأهلي طبعا أمير هشام، مساء الخير عليك أمير. مساء الخير كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بك يا كابتن هاني. أطمن عليه على بعثتنا، إزاي الأمور ماشية من خلال التدريبات، من خلال الجاهزية، من خلال الاستعداد لمباراة طبعا البرونزية إن شاء الله يوم السبت أمام الهلال السعودي بإذن الله إن شاء الله. يعني الاستعدادات ماشية بشكل كويس جدا يا كابتن هاني، النهاردة أول مران بالنسبة للنادي الأهلي عقب المباراة السابقة أمام بالميراس. احنا عارفين أن امبارح كان يوم راحة تامة بالنسبة لكل اللاعبين، كان في بس بعض التدريبات في صالة الجيمنازيوم، لكن النهاردة كان تدريب قوي ومهم جدا جدا، كان في بعض الجوانب التكتيكية والفنية اللي ركز عليها مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون، والمران كان في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي، وهو نفس موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السعودي، مباراة هتكون غاية في القوة والندية، ده امر مؤكد، وديربي عربي كبير ما بين فرقتين كبار وعندهم تاريخ كبير جدا جدا جدا. النهارده كمان يعني من بعض الامور المهمة، المران ما شاركش فيه بعض اللاعبين اللي عندهم اجهاد زي عمرو السولية، حمدي فتحي، ايمن اشرف، علي معلول، طاهر محمد طاهر، كل دول يعني مستر بيتسو موسيماني يفضل ان هو يديهم راحة من تدريبات اليوم، في المقابل بقية اللاعبين شاركوا بشكل كويس جدا وكلهم جاهزين
موجودين طبعا فيما عدا أفشة موقوف الماتش الجاي فمش هيكون موجود. نفس الحال بالنسبة لأيمن أشرف برضو موقوف فمش هيكون موجود. لكن الأمور ماشية بشكل جيد، كان في حماس كبير جدا بصراحة في التدريبات. يعني فريق النادي الأهلي عايز اللاعبين بالتحديد يعني الجهاز الفني عايزين بشكل أو بآخر إن هم يقدروا يحققوا الميدالية البرونزية تكون ثالث مرة في تاريخ النادي الأهلي بعد ما كانت طموح أكبر من كده في الحقيقة برغم كل الظروف والصعاب اللي مر بيها الفريق هنا في أبو ظبي وقبل كمان البطولة، لكن ما زال الطموح قائم في حصد الميدالية البرونزية وده أمر مؤكد والكل بإذن الله جاهز لهذا التحدي من خلال مواجهة فريق الهلال السعودي بإذن الله. كابتن هاني إن شاء الله يا أمير كل التوفيق، لكن كمان قول لي الحالة المعنوية إلى اللعيبة، وطبعا هل اللعيبة تابعت والجهاز الفني أكيد تابع مباراة تشيلسي أمام الهلال السعودي طبعا استعدادا للمواجهة القادمة. عايز أعرف منك الأجواء بعد طبعا وصول يعني وصول تشيلسي للنهائي واستعدادات بقى على المستوى الفني على مستوى المحاضرات على مستوى التكتيك اللي ممكن يعني يخوض به بيتسي موتسماني مباراة أمام فريق كبير، وشفنا فريق يعني أدى بشكل أكتر من رائع أمام بطل أوروبا تشيلسي وطبعا فريق الهلال السعودي. أكيد يعني كان في متابعة كبيرة جدا لمباراة تشيلسي والهلال امبارح من قبل الجهاز الفني واللاعبين، الكل كان مهتم جدا يشوف المباراة دي يترقب مين اللي هيقابل الأهلي في تحديد مركزين الثالث والرابع. كان في إشادة طبعا بفرقتين يعني تشيلسي مش محتاج كده كده رغم ان هو مش بيمر بافضل فتراته في الحقيقه تشيلسي يعني في بطوله الدوري الانجليزي اخفاقات متتاليه تعادلات وهزايم في اخر 9 مباريات تقريبا فوز واحد قدر يحققه توماس توخيل مع الفريق. توماس توخيل طبعا مش موجود مع البعثه هنا في ابو ظبي لان كان عنده كورونا فما سافرش اصلا من هناك من انجلترا، فبالتالي ممكن ده يعني حاجه من ضمن الامور اللي اثرت بشكل او باخر على فريق تشيلسي في مباراة الهلال ما كانش في التوب فورم بتاعته، لكن في المقابل الهلال عمل مباراة كبيرة جدا ففي تقدير واحترام كبير طبعا لفريق الهلال عنده جماهيرية كبيرة شفناها امبارح في مباراة تشيلسي. لكن على مستوى المحاضرات والتحضيرات لهذه المباراة ففي الحقيقة كابتن نهاني النهارده كان في محاضرة مطولة جدا من مستر بيتسو موسيماني استمرت تقريبا حوالي 45 دقيقة ابتدت الساعة 4 لغاية الساعة 5 الا ربع بالظبط، كانت محاضرة طويلة جدا من مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين وواضح ان هو كان مجهز بعض الجوانب الفنية اللي بتتعلق بفريق الهلال وكيفية التغلب عليه وكيفية التركيز على نقاط الضعف واستغلالها والحذر من نقاط القوة عند هذا الفريق. فتحضيرات أكيد كانت مهمة جدا من الجهاز الفني من خلال فيديوهات كتير جدا واضح أن اللعيبة كلها كانت مركزة فيها النهاردة وكله تابع كل هذه الأمور من خلال محاضرة مستر بيتسو موسيماني اللي سبقت مباشرة المران. بالمناسبة النهاردة كمان شارك محمد عبد المنعم لأول مرة في تدريبات النادي الأهلي عقب عودته من الإعارة وعقب عودته من مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، فكانت مشاركته جيدة جدا في الحقيقة واضح عليه الحماس الكبير، لعيب مهم وما شاء الله عليه شفناه في مع المنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كان ماشي بشكل أكثر من رائع، فإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية. من ضمن كمان الأمور المهمة هو فيما يتعلق بأحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر في الحقيقة في مباراة بالميرس الناس كتير ما خدتش بالها إن هو خد كدمة قوية في كتفه، الكدمة دي يعني كانت مضايقاه شوية فبالتالي يعني جهاز طبي فضل ان هو يعمل له اشعه النهارده، اتعملت له اشعه رنين على كتفه وتم الاطمئنان ان الامور الحمد لله بسيطه جدا مفيش اي حاجه وهي مجرد كدمه قويه جدا بس، لكن في كل الاحوال قدر ان هو يشارك في التدريبات النهارده واصبح جاهز لمواجهه الهلال ودي حاجه مهمه جدا برضو حابين نطمن جمهور الاهلي عليها. فبالتالي احمد عبد القادر موجود طبعا في حسابات مستر بيتسو موسيماني ان شاء الله في المباراه المقبله امام الهلال لان خلاص تم الاطمئنان تماما على إصابة الكتف وتواجده هيكون مهم خصوصا في ظل كمان غياب أفشة بسبب الإيقاف يعني. فدي أبرز الأمور يعني وأبرز الأحداث في حالة من التفاؤل بإذن الله رب إن شاء الله الأهلي يقدر يحقق ميدالية برونزية رغم صعوبة هذا اللقاء القوي جدا جدا ديربي عربي قوي ما بين فرقتين كبار الأهلي والهلال. أمير طبعا بنشكرك شكرا جزيلا وطبعا يعني ابعث تحياتنا وكل جماهير مصر وتحياتنا هنا بالأخص في برنامج المحترف لكل اللعيبة والجهاز الفني إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الأهلي أمام فريق كبير فريق الهلال السعودي في مباراة التحديد المركز الثالث والرابع والبرونزية إن شاء الله للنادي الأهلي يوم السبت القادم. نطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية مع حضراتكم.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. محمد ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الاهلي باذن الله يوم السبت اللي جاي، وان شاء الله يحققوا البرونزيه الثالثه في تاريخ النادي الاهلي. تعال نطير على البريمير ليج، واول ما اتكلم على البريمير ليج اكيد بتيجي صوره محمد صلاح. يمكن في خلال الفتره اللي فاتت او الايام اللي فاتت اللي هي وجود محمد صلاح في تدريبات ليفربول استعدادا، يمكن عندهم مباراه مهمه جدا يعني خلال ساعه من دلوقتي امام ليستر سيتي، لكن شفت قد ايه محمد صلاح كان محبط، كان عنده شيء من الحزن كل الصور اللي اتصورها، وكمان علقت وسائل الاعلام الانجليزيه ان محمد صلاح ما بين قوسين كده هارت بريكر، يعني قلبه مكسور. شفت ده ازاي؟ وشفت وهتشوف طبعا ان شاء الله تتوقع وجود محمد صلاح بالحاله المعنويه ديت في صفوف ليفربول النهارده كاساسي في المباراه؟ انا اعتقد او بكل تاكيد يعني صوره الحزن اللي شفناها على وجه محمد صلاح بتعكس حزنه وتاثيره بعدم التتويج بامم افريقيا. البطوله دي كانت هتلعب دور كبير جدا في مشوار وتاريخ محمد صلاح بالتتويج بالقاب فرديه بكل تاكيد، وان هو مع بلاده. حضرتك عشت الاجواء دي طبعاً كلاعب كره قدم، وبيكون حاجه مشرفه جدا في تاريخ اي لاعب بغض النظر عن التتويج بألقاب فردية إن هو يكون حقق بطولة مع منتخب بلاده. بكل تأكيد صورة محمد صلاح وحزنه، أنا أعتقد يورجن كلوب هو يعني طبيب نفسي بقى، هو أكتر حد يعني قريب لمحمد صلاح، وأعتقد إن هو لعب دور كبير جدا في اليومين اللي فاتوا إن هو يخرج محمد صلاح من الحالة اللي هو فيها. أعتقد عشان محمد صلاح يخرج من الحالة اللي فيها ديت من وجهة نظري، وأعتقد بشكل كبير جدا هو النهاردة هيبدأ بشكل أساسي، لان وجود محمد صلاح خارج التشكيل او يعني خارج البدايه الستارت مع اللعيبه او ينزل في وقت احتياطي، اعتقد هتاخده في اجواء اخرى عدم التركيز. محمد صلاح ما ينزل الملعب خلاص بيفصل هو دايما تماماً. افضل حل للاعيب الكوره في حاله الاحباط المعنوي ان هو يشارك، انه يلعب، يعني يلعب ويشارك بشكل كبير جدا في المباريات، وده ان شاء الله ممكن جدا او وارد جدا من خلال كمان زي ما انت بتقول كان في بعض الصحف العالميه بتتكلم خاصه في انجلترا عن العلاقه الطيبه اللي اول ما محمد صلاح راح كان في صور ما بينه وبين يورجن كلوب، على طبعا بيتكلموا اكيد على البطوله ويتكلم على الاداء الرائع اللي عمله محمد صلاح، وده شيء مهم جدا. كمان كان كل الصحف الانجليزيه كانت بتشيد باداء محمد صلاح في البطوله، وبتقول انه كان فعلا يعني قائد كبير جدا للمنتخب المصري. تعال انا وانت نشوف يمكن نتائج 24 جوله من البريمير ليج، نشوف النتائج الاخيره للبريمير ليج عشان نبدا منها نشوف كمان طبعا المباريات القادمه. طبعا اتلعب طبعا نيوكاسل يونايتد بيفوز على ايفرتون 3-1، في طبعا ويست هام امام واتفورد، بيرنلي امام مانشستر سيتي. فخلينا نتكلم على نيوكاسل. نيوكاسل كان في الدور الاول بيمر بازمه كبيره جدا جدا، واضح دلوقتي ان لا بدات الامور تتحسن بشكل كبير جدا، وفاز في الجوله دي جوله مهمه جدا فاز فيها 3-1. طبعا يعني احنا كنا متوقعين نيوكاسل بيستعد للهبوط للتشامبيونشيب ويبدا يعيد يعني وضع نقاط على الحروف ودعم او تدعيم صفوف فريقه بلاعبين طبعا بكواليتي اعلى وامكانيات اعلى، وصرف بعض الاموال من اجل تدعيم الفريق ويرجع تاني للبريمير ليج بشكل اقوى. ولكن نيوكاسل لا استغل الفرصه، استطاع ان هو فعلا يتواجد ويخرج من المثلث الاخير، وان هو ينتقل دلوقتي يعني الرابع من نهايه الجدول، واعتقد عنده فرصه كبيره جدا ان هو يحقق فوز في يعني لسه ما زلنا 14 جوله يعني اعتقد ان نيوكاسل عنده فرصه كبيره جدا ان هو يعني يتغول ويحقق نتائج افضل الفتره القادمه. طيب دي نتائج الجوله ال 24، نيوكاسل والفوز على ايفرتون 3-1، ويست هام بيفوز 1-0 على واتفورد، بيرنلي والتعادل المحبط للمان يونايتد 1-1، المان سيتي بيفوز 2-0 على برينتفورد، وطبعا توتنهام و يعني الفوز 3-2، ساوثهامبتون بيفوز على توتنهام 3-2، كريستال بالاس امام طبعا مش شايف بالظبط المان سيتي 1-1، باستون فيلا بيتعادل كمان استون فيلا، محمد عايز اتكلم مع ليدز يونايتد بيتعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، وعايز اتكلم على الاستون فيلا واعاره تريزيجيه. يعني بعض الناس شافت ان ليه تريزيجيه يطلع اعاره للدوري التركي خلال الست شهور اللي جايه ديت، وهل بكده ممكن يفقد
بريقه او يفقد كمان عودته للبريمير ليج. عايز اخد رايك على مستوى تريزيجيه وطبعا هيروح تركيا. انا اعتقد دي فرصه حلوه جدا لتريزيجيه. دي طبعا معلش يا محمد دي مباراه اللي هتلعب النهارده ان شاء الله ليفربول ان شاء الله امام ليستر سيتي الساعه 10 الا ربع، وولفهامبتون امام الارسنال برضو مباراه كبيره جدا، مباراه مهمه للارسنال في نفس الميعاد. عايز اتكلم على اعاره تريزيجيه، شايفها ازاي ان تريزيجيه بيروح للدوري التركي لمده 6 شهور؟ انا اعتقد هي مهمه جدا من وجهه نظري، مهمه جدا لتريزيجيه ان هو يعيد بريقه تاني ويعيد لياقته ويرجع للفورمه تاني بشكل كبير في ال6 شهور. هي اعاره صغيره يعني صحيح. وقت مش كبير، فرصه كبيره جدا لتريزيجيه بعد الاصابه، ويعني اللي اخذت وقت طويل جدا واثرت عليه فنيا. شفنا طبعا الرجوع لتريزيجيه في امم افريقيا وان هو دخل في الاجواء تدريجيا وبدانا نشوف تطور في مستواه. اعتقد ال6 شهور دول هيكون الدفعه قويه جدا لتريزيجيه ان هو يرجع مكانه جدا في استون فيلا. انا شايف ان استون فيلا عمل دعم قوي جدا لصفوفه وابرزهم طبعا كوتينيو، اعاده الروح مره اخرى لكوتينيو واعاده الروح مره اخرى للبريمير ليج. شفنا التوغل والتوهج اللي عمله في المباريات يعني في اخر 4. هنيجي لاستون فيلا بس عايز اكمل كلامك اللي كنت بتتكلمه على نيوكاسل. نيوكاسل كان كل الناس بتتكلم ان هو خلاص في الشامبيونشيب السنه اللي جايه ووجود مستثمر سعودي اعتقد كان هيبدا من السنه الجايه، لكن من الواضح وزي ما انت قلت ان هو لا، خلال الدور الثاني بيقدم مباريات قويه وبيفوز على ايفرتون 3-1. الاستمراريه مهمه جدا للنيوكاسل، هل عنده القدره الاستمراريه والخروج؟ لسه طبعا هو دلوقتي في مركز متاخر لكن قادر على تواصل هذه النتائج طبعا بكل تاكيد، لان اقرب منافس لنيوكاسل هو ايفرتون وبعدين وليدز يونايتد، والفرص كبيره جدا في المباريات القادمه. عنده اكتر من مباراه في المتناول من وجهه نظري، ويستطيع ان هو يحصل او يعني يحرز نتائج افضل الفتره القادمه كابتن هاني، واعتقد ان هو قد ينافس على الصعود على الاقل لمنتصف الجدول. نجاح كبير طبعا، نجاح كبير جدا، واعتقد هم عندهم الاستراتيجي واضحه بكل تاكيد ان هو يواصل او الاستمراريه على هذا المستوى ان هو يحافظ على وجوده في البريمير ليج وعدم الهبوط للتشامبيونشيب. طب على مستوى ايدي هاو طبعا المدير الفني لنيوكاسل، في اعتقادي الشخصي مدرب واعد، تعامل في ظروف صعبه جدا جدا، واللي متابع البريمير ليج كان بيشوف ان نيوكاسل كان بيأدي بشكل اكتر من رائع في مباريات كثيره وكان بيتقدم، لكن كان عنده مشكله دفاعيه بشكل كبير وكان بيخسر نقاط كمان على ارضه بشكل كبير جدا. لكن ايدي هاو المدير الفني كان سعيد جدا بالفوز على ايفرتون 3-1. تعالوا مع بعض نشوف قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد الفوز الكبير على ايفرتون. أعتقد أن تحقيق فوزين متتاليين يغير المزاج العام، وأعتقد أن علينا في الوقت الراهن البقاء أقوياء والتحلي بالهدوء والمحافظة على تركيز جيد. إنه النصر الثاني لكن لم يتغير شيء، نحن سعداء بما حققناه في المباراتين، علينا التركيز على المباراة التالية. من الصعب جدا المحافظة على أعصاب هادئة ولا تكون مفرطا في التفاؤل أو التشاؤم، هذا من أصعب الأمور من ناحية الفريق وأفراده. علينا الآن استعادة ثباتنا وبدء الإعداد لمبارتنا ضد أستون فيلا. طبعا ايدي هاو من المدربين، مش هنقول يعني الشباب، هو دلوقتي طبعا في اوروبا المدربين اللي في السن دوت عدد كبير جدا جدا، وده ان شاء الله كمان المطلوب هنا ان شاء الله في مصر يكون عندنا مدربين على مستوى عالي جدا في عمر ما بين 30 35 36، في مدربين كبار حتى سن ال40 خلاص بقى يعني موجودين بشكل كبير جدا في اوروبا. ايدي هاو كان سعيد بالفوز الثاني للتوالي على طبعا في البريمير ليج محمد، وبيتكلم على المهم كمان الاستمراريه في هذا الاداء وهذا الفوز للحصول طبعا على مقعد، مش هقول طبعا في الادوار المتقدمه، لكن وجوده في البريمير ليج اعتقد هيكون شيء جيد يعني. طبعا يعني من بدايه هذا العام 2022 ظهر نيوكاسل بشكل متميز جدا في 3 لقاءات، زي ما قلنا اول لقاء كان تعادل امام ووتفورد، بعد كده مباراتين اللي بعد كده فوز، وده فوز معنوي ودفعه قويه جدا للخروج من
يعني المثلث الاخير او الثلاث فرق اللي في قاعه الجدول، وضمان على الاقل تواجده في البريمير ليج وعدم الهبوط للتشامبيونشيب. انا اعتقد ان امامه فرصه كبيره زي ما قلنا، احنا شايفين فريق بدا يلعب بشكل جماعي فيه روح، وده اللي بيعكس الاستراتيجيه اللي حطوها ان هم وجودنا والاستمراريه وجودنا في البريمير ليج هذا العام، ثم الاستعداد بشكل افضل في الميركاتو الصيفي القادم لدعم الفريق بصفوف الفريق ببعض اللاعبين، طبعا التوغل في الجدول وقد يكون منافس بشكل كبير. من الانديه الكبيره في على مستوى تاريخ البريمير ليج اكيد كان بيمر بازمه، لكن طبعا وجود كمان مستثمر سعودي اكيد الماركات والصيف اللي جاي اكيد هيكون في تنتعاشه يعني على شكل اكثر من رائع. واعتقادي الشخصي وجود وعدم هبوط نيوكاسل للتشامبيونشيب هتكون دفعه قويه جدا للاداره كمان لتدعيم الصفوف. طيب صحيح. نروح لمباراه ثانيه، طبعا المتصدر المان سيتي بيفوز 2-0 بمباراه كانت مهمة طبعا للمان سيتي، طبعا بيوسع الفارق ما بين أقرب منافسيه، لكن شفت المباراة ازاي وشفت كمان تقدم واستمرارية طبعا المان سيتي في الحفاظ، وزي ما بيقولوا كده ماسكين في الصدارة بأيديهم وأسنانهم يعني. طبعا يعني هو المان سيتي بروح البطل والمحافظة على التتويج بلقب البريمير ليج لهذا العام هو الهدف الاسمى، والهدف الاسمى طبعا بالنسبه له هو تحقيق الشامبيونز ليج لهذا العام. بيمسك في الدوري بكل ما اوتي من قوه، بيفترس كل المنافسين، ولكن امام ليفربول، ما زالت امام ليفربول مباراتين مهمين جدا يعني لتحسين الفوارق ما بينه وما بين المان سيتي. ده اللي قاله حتى بيب جوارديولا، لسه الدوري في الملعب، لسه امام ليفربول مباراتين مهمين جدا يعني امام ليستر سيتي زي ما قلنا النهارده وامام بيرلي، وبيقول ان المباراتين دول في المتناول يعني قد يصعد يعني 6 نقاط مهمه قد صحيح. يحصل عليهم ليفربول، ويعني تقليل الفوارق ما بينه وما بين، بيحاول يوسع طبعا الفارق بقدر الامكان. برنتفورد كمان من الفرق اللي كانت في بدايه البريمير ليج فرق طبعا صاعده من الشامبيونشيب وعاملين نتائج اكتر من رائعه دلوقتي حتى في المركز ال 14. لكن تعالى انا وانت نشوف ارقام طبعا احصائيه مباراه المان سيتي امام برينتفورد في الدوري الانجليزي. طبعا الفوز 2-0 لصالح المان سيتي، مان عمل 10 فرص للتهديف احرز منها هدفين، برينتفورد يمكن خلق فرصتين لم يحرز اي اهداف. كانت طبعا الاهداف المتوقعه لصالح المان سيتي 2.1 مقابل 0.4 لبرنتفورد، نسبه الاستحواذ كالعاده لطبعا جارديولا وكتيبه المان سيتي 71% مقابل 29%، التمريرات صحيحه نسبتها 89% لسيتي مقابل 68 لبرنتفورد، وطبعا كان العرضيات اكيد لصالح المان سيتي. كل الارقام يا محمد بنتكلم على تفوق واضح جدا للمان سيتي، يعني انت بتتكلم على فرقة متكاملة أنا في اعتقادي من أقوى الفرق على مستوى العالم دلوقتي. لكن كمان برينتفورد خلينا نتكلم أنه لغاية دلوقتي ماشي بشكل كويس، يعني زي ما بقول لك بداياته كانت قوية جدا، حصل الكيرف نزل شوية، لكن واضح جدا أن جارديولا عايز بكل الطرق أنه يوسع الجام ما بينه ما بين ليفربول بشكل اساسي. طبعا ده الهدف الاسمى اللي بيلعب عليه بيب جوارديولا في الفتره الحاليه، طبعا هو ثاني اقوى خط هجوم في البريمير ليج لهذا العام يعني ب 57 هدف بعد ليفربول، ليفربول 58 هدف، هو اقوى خط دفاع في البريمير ليج لهذا العام. طبعا المان سيتي ما دخلش في مرمى الا استقبل 14 هدف فقط، ومن اقوى خط دفاع في البريمير ليج هذا العام. بيلعب بشكل كبير جدا ان هو يوسع الفارق، بيمتلك عناصر قويه جدا، عنده يعني تشكيلتين يعني 2 سكواد بيقدر يعتمد عليهم بشكل كبير جدا، ملك الاربعه 3-3 والتحولات والاهداف، يعني محرز بالمناسبه من اكثر اللاعبين المساهمين في الاهداف لهذا العام للمان سيتي. وجود كانسيلو واللاعب يعني امبارح شفنا في المباراه كانسيلو ما احرزش ولا هدف ولا ساعد حتى ولا ساهم في اي اسيست، ولكن حصل على المان اوف ذا ماتش امبارح كانسيلو، وده هو نجاح البيب جوارديولا في خلق لاعب مثل كانسيلو ظهير ايسر من اكثر اللاعبين ايضا بعد محرز اللي ساهموا في الاسيست والاهداف لهذا العام، واحرز 7 اهداف يعني ظهير ايسر احرز 7 اهداف، كتيبة نارية، الكل يشارك الكل يهدف ويساهم في
ما فيش شك طبعا طبعا فريق كبير، وطبعا كان جارديولا كمان سعيد بهذا الفوز، وطبعا هو جارديولا بيفكر طبعا في كل مباراة، ان كل مباراة وكل مكسب وكل ثلاث نقاط بتبعده بشكل كبير عن اقرب منافسي ليفربول، لانه زي ما بقول لحضراتكم الهدف الرئيسي اكيد طبعا البريمير ليج من اهداف طبعا المان سيتي، لكن كمان على مستوى الشامبيونشيب. تعالوا مع حضراتكم نشوف جارديولا قال ايه بعد الفوز على برينتفورد 2-0. Because no, we are not the best team in the world. لأننا لسنا أفضل فريق في العالم، أفضل فريق هو تشيلسي لأنه فاز باليورو ودوري أبطال أوروبا، وأفضل فريق هو ريفر بليت لأنه فاز بلقب أندية أمريكا الجنوبية، أعتقد ذلك. لا أدري، هذه آراء، من هو الأفضل؟ أهم شيء هو أننا فزنا بالمباراة، وسنذهب بعد 3 أيام إلى نوريتش بنية الفوز. أنا لا أهتم بكل هذه الأقوال عمن هو الأفضل، بل أريد أن نكون سعيدين وأن نلعب بصورة أفضل كل يوم، وسنرى ما سيحدث عند نهاية الموسم. نحن في موقف جيد إذ حصدنا إلى الآن 60 نقطة، ونتقدم بفارق كبير على صاحب المركز الخامس في منافسة التأهل الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا. هذا هو أهم هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسنحاول أن نكون في مركز يساعدنا على المنافسة على لقب الدوري عند بلوغنا المباراة النهائية. هذا ما أريد. علي الآن الحديث مع اللاعبين والراحة، لأن لدينا مباراة بعد 3 أيام، ثم نسافر إلى البرتغال لخوض مباراة في دوري الأبطال، وعلى الجميع أن يكونوا على الاستعداد. بالطبع عليك أن تتدرب على ركلات الجزاء ويتدرب عليها عدد آخر. طبعا جارديولا بخبراته كمان بيتكلم أنه هو لسه لم يحسم البريمير ليج بشكل كبير، وكان بيتكلم كمان أنه هو كل أهدافه أنه هو يوصل من ضمن الخمسة الأوائل، لكن طبعا دوت يمكن في زي ما بقول لحضراتكم في الغرف المغلقة بيكون في كلام مختلف تماما. هو طبعا بشكل كبير البريمير ليج هدف أساسي، ولكن كمان الهدف الأكبر محمد زي ما أنت قلت الشامبيونز ليج، وقال عندنا مباراة مهمة كمان 3 أيام، وبالتالي الأهداف مشتركة، لكن واضح من كلامه وقال لك أنا مش أحسن فريق في العالم، أنا أحسن فريق في العالم اللي بياخد بطولات قارية، وبالتالي كل يعني همومه هو طبعا الحصول على الشامبيونز ليج. طبعا يعني عبقريه حتى في التصريحات. صحيح. في اللعب بيستخدم التاكتكس بتاعه في تصريحاته، وفي ازاي ان هو يمشي الاجواء، وده حاجه مهمه جدا. يعني بيرمي ان تشيلسي هو اقوى فريق في العالم لانه حصل على الشامبيونز ليج، احنا مش اقوى فريق في العالم، ولكن احنا لما بنشوف على ارض الملعب وبالنقاط وبالارقام، لا يعني مان سيتي هو الاقوى، هو الافضل حتى الان، يعني بيلعب بشكل كبير جدا ان هو يصنع فارق كبير ما بينه وما بين اقرب منافسيه سواء ليفربول او تشيلسي. فرص كبيره جدا لبيب جوارديولا لهذا العام لتحقيق الشامبيونز ليج، واعتقد ان دي فرصته، قد تكون الفرصه الاخيره. طيب محمد، طبعا عشان نعرف اكتر عن البريمير ليج وعن تشيلسي وعن ايفرتون، طبعا معانا باتريك نيفن طبعا نجم تشيلسي السابق. مساء الخير عليكم، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. حسنا، من الرائع ان اتواجد معكم في هذه في قناه هذا النادي الرائع، النادي الاهلي، نادي كبير جدا في افريقيا، وخصوصا مع هاني رمزي لاعب رائع في فتراتي حينما كان يلعب في المانيا. انا ادى اداء رائعا ومستوى احترافي رائع في المانيا، انا اقدر تواجدي معكم. شكرا جزيلا، واحنا سعداء بوجود نجم كبير زيك موجود معنا على شاشه قناه النادي الاهلي، واحنا بنتكلم اكيد على البريمير ليج، بنتكلم على تشيلسي. خليني قبل ما اروح للبريمير ليج، شايف ازاي تشيلسي وتواجده في كاس العالم للانديه، وطبعا فوزه اللي فات على الهلال السعودي. حسنا، انا كنت اعمل في تلفزيون تشيلسي بعد الاعتزال، وتابعت المباراة من تلفزيون تشيلسي. المباراة كانت رائعة، كانت مثيرة جدا، المباراة كانت حماسية، تشيلسي سيطر على المباراة تماما، ولكن في الشوط الثاني لم يكن الأمر بنفس الأداء الجيد بالشوط الأول. أعتقد أن فريق الهلال استعاد الكثير من مستوى تشيلسي، لاعبو تشيلسي بدأوا مجهدون جدا، لكن أعتقد أن تشيلسي بالرحلات الكثيرة والسفر الذي خاضه اللاعبون بدأ عليهم الإجهاد وبدأ عليهم التعب، فأعتقد تشيلسي لم يكن جيدا
في العموم في المباراة بالأمس، ولكن أعتقد أن هذه الأسباب وخصوصا هدف الفوز إذا نظرت إليه فكان خطأ من المدافع. طبعا لو جبنا هدف فوز تشيلسي أكيد هنتكلم على لوكاكو يمكن المهاجم البلجيكي اللي جه ورجع لتشيلسي برقم كبير جدا تعدى 100 مليون باوند. أنت شايف إزاي وجود لوكاكو والعلاقة ما بينه وبين توخيل الآن؟ هل لوكاكو خلاص ما فيش مشاكل ما بينه وبين توخيل؟ كان على مستوى الأداء، هل وصل لوكاكو مع تشيلسي للأداء الرائع اللي كنا بنشوفه لوكاكو مع الإنتر السنة اللي فاتت؟ سؤال مهم جدا، سؤال جيد جدا. أعتقد أن علاقة توماس توخيل مع لوكاكو، أعتقد أن العلاقة تكون العلاقة جيدة جدا بين الثنائي. أعتقد أن توماس توخيل هو الرجل الذي اشترى لوكاكو، هو الذي أراد لوكاكو. أعتقد، ولكن أعتقد لا يوجد إعجاب متبادل بين الثنائي في الفترة الأخيرة. أعتقد أن التغير الكبير في الثقافة بين الاثنين يبدو يشكل مشكلة لدينا الآن. أعتقد أن لوكاكو لم يعد لائقا كما كان بالماضي. أعتقد أني لست متأكدا من مدى جودة العلاقة بين الثنائي. أعتقد أن توماس توخيل لديه بعض القناعات تجاه لوكاكو. لوكاكو لم يكن يؤدي جيدا، ولوكاكو ليس لديه الحرص الكبير على أن يعود كما كان سابقا، ولكن هذه فرصة جيدة للوكاكو الفترة الأخيرة. ولكني لست متأكدا كما قلت من قبل، ولكن خلال هذا الموسم سنرى ماذا سيحدث بين الثنائي وخصوصا من لوكاكو. صحيح. طيب على مستوى الأهداف، فريق تشيلسي من الفرق الكبيرة أكيد دلوقتي، على مستوى الأهداف أكيد كأس العالم الأندية هو الهدف الأول، ولكن على مستوى البريمير ليج والتشامبيونز ليج، هل من رأيك ووجهة نظرك هل فقط تشيلسي الفرص للحصول على البريمير ليج السنة دي؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن تشيلسي ليس لديه الحظوظ الوافرة ليفوز بالبريمير ليج هذا العام. أعتقد أن مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز للفوز بالبطولة. أعتقد أن تشيلسي فريق رائع مع توماس توخيل، ولكن إذا نظرت لتشيلسي الذي فاز بدور الأبطال في العام الماضي ستجد أن الأمر مختلف الآن. أعتقد أن مانشستر سيتي هو مع بيب غوارديولا هو المرشح الأفضل، فريق قوي جدا على المستوى الفني وعلى المستوى البدني، فريق كبير. تشيلسي يؤدي بشكل رائع إذا أردنا أن نقول، ولكن الأمر ليس بنفس المستوى. أعتقد أن تشيلسي سيتحسن خلال عامين، ولكن خلال استخدام بعض اللاعبين وبعض التعديلات على الفريق، أعتقد أن الفوز بالدوري الإنجليزي هذا العام سيكون من نصيب مانشستر سيتي. ربما ليفربول سينافس، ولكن تشيلسي سينهي الموسم في المركز الثالث على ما أظن. أعتقد أن هذه هي أبرز حظوظ تشيلسي. لكن بالنسبة للتشامبيونز ليج يؤدي جيدا جدا لأنه فاز به العام الماضي. أعتقد أن تشيلسي لن يفكر في خسارة هذا الأمر، لن يفكروا في أنهم لن يستطيعوا الفوز به، لا، سيفكرون في العكس تماما. أعتقد أن الأمر غريب بالنسبة لثقافة تشيلسي. أعتقد أن تشيلسي لن يفوت فرصة الفوز بالتشامبيونز ليج، ولكن البريمير ليج أصعب بكثير يا صديقي. أصعب، ما فيش شك، أصعب، لكن على مستوى كمان المنافسة، هل ليفربول قادر كمان على اللحاق بالمان سيتي؟ ولما جبنا سيرة ليفربول أكيد هاخد رأيه في محمد صلاح ومتابعته لمحمد صلاح من خلال طبعا بطولة أمم أفريقيا ووجوده في البريمير ليج، والنقطة وعلامة الاستفهام الكبيرة، هل يتم التجديد لمحمد صلاح مع ليفربول أم في أخبار جديدة عن هذا التعاقد؟ أنا أود حقا أن أرى محمد صلاح بقميص نادي تشيلسي. هذا أمر يدعو للبهجة إذا رأيت أن ترى محمد صلاح. ما كان موجود عندك وأنت لسبتوه.
لاعب رائع جدا ويناسب ليفربول كثيرا. صحيح. على مستوى محمد صلاح اكيد بنتكلم على عمليه التعاقد، عايز اعرف منه من خلال وسائل الاعلام، من خلال الرومرز الموجودين دلوقتي في اوروبا، واول ما رجع محمد صلاح كان في اخبار كبيره جدا عن تعاقد او تمديد عقد محمد صلاح وطلبات محمد صلاح، ورغبه كمان ليفربول من ناحيه ان هو متمسكين بمحمد صلاح، ولكن يجي الاجر والمسائل الماديه. هل هناك اخبار عن فعلا تجديد التعاقد مع محمد صلاح، ام هيكون هناك واجهه اخرى لمحمد صلاح في المستقبل؟ لا لا، في الحقيقه لا احد يعلم بالتحديد ماذا يفكر، بما تفكر اداره ليفربول او محمد صلاح. محمد صلاح سيبقى، محمد صلاح سيذهب، ولكن انا حاليا اؤيد فكره بقائي في ليفربول. اعتقد ان محمد صلاح فرق كثيرا، اذا نظرنا الى مباريات الاف اي كوب سنجد ان محمد صلاح فرق كثيرا مع فريق ليفربول. محمد صلاح وساديو ماني ايضا بطبيعه الحال افتقدهما ليفربول كثيرا، واعتقد اني اتوقع ان محمد صلاح سيبقى في ليفربول في الفتره القادمه. ليفربول يحتاج محمد صلاح جدا. اعتقد للفوز بالبريمير ليج او بالتشامبيونز ليج يجب ان تحتفظ بمحمد صلاح، يجب ان يبقى محمد صلاح في ليفربول اذا اراد ان يحقق هذه الانجازات مع ليفربول. ليفربول ليس نفس الفريق بدون محمد صلاح، فلنكن واقعيين، الأمر الآن صعب جدا على ليفربول. أنت تخيل ليفربول بدون محمد صلاح، الأمر مهم جدا أن يبقى في ليفربول. محمد صلاح لاعب رائع، محمد صلاح أصبح معشوقا في ليفربول الآن، وأيضا أي مشجع حتى المشجعين نادي إيفرتون الخصم لليفربول يودون أن يروا حتى محمد صلاح في إيفرتون. كل أندية العالم يعني تتمنى وجود محمد صلاح في صفوفها. لكن عايز آخر سؤال، أنت شايف إزاي محمد صلاح تشيلسي ومحمد صلاح ليفربول؟ أيامك طبعا تجربة محمد صلاح في تشيلسي ودلوقتي أداؤه وتجربته مع ليفربول. بالطبع أنا الغريب أني حينما شاهدت محمد صلاح مع تشيلسي كان محمد صلاح جيد في وجهة نظري، كان محمد صلاح جيدا، ولكن لم يتأقلم جيدا مع البريمير ليج، لم يكن لديه الفرصة مع جوزيه مورينيو أن يشارك بالشكل الكافي، لم يكن لديه الفرصة. ولكن الآن محمد صلاح تعلم، محمد صلاح تثقف، محمد صلاح كان لديه الاحتكاك الجيد ليكون مؤهلا أن يلعب في البريمير ليج، ولم تكن هذه الفرصة متواجدة وقت ما كان في تشيلسي. ولكن محمد صلاح كان جيدا، وأعتقد محمد صلاح في العموم لاعب رائع، إنه في الآخر محمد صلاح يعني لاعب رائع. وكمشجع أنا يجب أن أكون صادقا، تشيلسي يريد أن يحضر محمد صلاح مرة أخرى، ولكن ليس لدينا فرصة لأكون صادق في الاحتفاظ بمحمد صلاح أو إحضار محمد صلاح لتشيلسي. الأمر صعب الآن علينا. تشيلسي يريد محمد صلاح ربما، لكن هذا لن يبدو جيدا، هذا لن يجدي نفعا. كمشجع لتشيلسي أتمنى ذلك، ولكن لن يحدث ذلك. أكيد زي ما أنت قلت محمد صلاح نجم كبير كل أندية العالم تتمناه. باتريك بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، طبعا باتريك نجم تشيلسي السابق، شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا رأيي طبعا نجم كبير طبعا في أداء تشيلسي، لكن كمان عندنا لسه كلام كتير قوي على البريمير ليج بعد الفصل.